بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هيبقى عبارة عن anatomical revision، شوية المواضيع اللي بإذن الله هتدخلنا الموضوع البرولابس. في الأول هناخد اليوترس اللي عامل له سبورت في مكانه. أول حاجة عندنا عبارة عن 5 نقاط: ال AVF position، ال antiverted flexed position of the uterus، uterine ligaments، levator inai muscle، والمسل اللي اسمها بيلفيك فلور مسل، البيريتونيال اتاتشمنت، والبوزيشن اوف ذا سراوندينج فيسرا. اول حاجه النورمال بوزيشن اوف ذا جينيتال سيستم اللي هو بتاع اليوترس، اي في اف بوزيشن، انتي فيرجن، انتي فليكشن بوزيشن. انتي فيرجن ده معناه انه اليوترس عامل 90 درجه مع الفاجينا، مع الاكس بتاع الفاجينا. الانتي فليكشن معنى انه البادي بتاع اليوترس عامل مع السيرفكس، مع الاكس بتاع السيرفكس درجة 170. ده معنى ايه؟ لما اليوترس الاكس بتاعه يعمل درجة مع الفاجينا 90، ده بيبقى نتيجة ليه اليوتروساكرال ليجامنت اللي شد على الابر فاجينا والسيرفكس ومن قدام الراوند ليجامنت. بالنسبة للانتي فليكسد بوزيشن، نتيجة اليوتراين ماسل التون بتاعتها خلتها تعمل زاوية مع السيرفكس 170 درجة. يبقى الانتي فيرجن اللي هو اليوترس is inclined forward in vaginal axis by 90 degree due to tension between uterosacral and round ligament. الانتي فليكشن the body is bent forward on the cervix by 160 and 117 due to the tone of the uterine muscle. وفي 20% من الحالات ممكن يبقى RVF retroverted flexed uterus، ولكن هي بتبقى حالات قليلة يعني، ومست كومن تلاقي AVF. طب ومن normal position كمان انه الاكسترنال اوس بتاع السيرفكس تلاقيه موجود at the level او above the ischial spine بتاع الهيب بون، والفاجينا تلاقيها دايركتد ابورد باكورد، عامله درجه مع الافق 45 درجه لغايه 60. بالنسبه بعد كده اليوتراين ليجامنت، اليوتراين ليجامنت اللي هي ممكن تبقى حاجه اسمها كوربوريال او سيرفايكال. بالنسبة للنقطة اللي بعد كده اسمها اليوتراين ليجامنت، يبقى احنا قلنا ال AVF position اليوتراين ليجامنت. اليوتراين ليجامنت الليجامنت المرتبطة باليوترس عبارة عن حاجتين، حاجة اسمها كوربوريال وحاجة اسمها سيرفايكال. الكوربوريال دي بنسميها بالفولس ليجامنت، دي متصلة بالكوربس بتاع اليوترس يعني بالبادي بتاعه مينلي، بنسميها فولس. ليه؟ عشان دي مش شادة اليوترس قوي، دي ديستنسبل، دي بتكبر بتسترتش لما يحصل بريجنانسي والبيبي بيبقى جوه اليوترس بتسترتش، مش بتبقى ماسكه قوي زي السيرفايكل. يبقى الكوربوريال دي او الكوربورال دي بنسميها برود ليجامنت، راوند ليجامنت، اوفاريان ليجامنت. والسيرفايكل انتيريور لاترال بوستيريور انتيريور بيوبو سيرفايكل ليجامنت، وبنسميها بيوبو سيرفايكل فاشيا. لاترال حاجه اسمها ماكن رودس ليجامنت او اسمه الكاردينال ليجامنت ترانسفيرس سيرفايكال ليجامنت، والبوستيريور ده يوترو ساكرال ليجامنت. بالنسبه اول حاجه للبرود ليجامنت، البرود ليجامنت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن دبل لاير اوف ذا بريتونيوم. مكانه منين لفين؟ يمتد منين لفين؟ من اللاترال وول بتاع اليوترس لغايه اللاترال بيلفيك وول، يعني من السايد بتاع اليوترس لغايه اللاترال بيلفيك وول، لغايه البيلفيك وول بيغطي الحته دي كلها اهو. يبقى بيغطي اليوترس من جنبه لغايه البيلفيك وول اهو، اليوترس لغايه البيلفيك وول. الجزء من البريتونيوم اللي بيغطي اليوترس اسمه برود ليجامنت. طيب البرود ليجامنت هو فولد اوف بيريتونيوم بتوين اللاترال يوتراين بوردر اند اللاترال بيلفيك وول، ليه كونتنت وليه كمان سيرفيسز وبوردر.
السيرفس بتاع عندك ابر سيرفس ولور سيرفس. الابر سيرفس ده هتلاقيه دايركتد ابورد ناحيه الكولز اوف ذا ايليوم والسيجمويد كولون. اللور ده هو المتصل بال في اليورينري بلادر واليوترس. اهو ابر سيرفس لفوق ده ناحيه الايليوم والكولز اوف ذا ايليوم والسيجمويد كولون، تحت ده المتصل باليورينري بلادر واليوترس. بالنسبه للبوردر ده ليه اربعه بوردر: anterior free border و posterior attached border و medial border و lateral border. هو كده ال anterior بتاعنا اللي هو اتصاله بال uterine tube مع الاوفري، هيبان اكتر في الصورة دي. ده اسمه anterior free border اللي فوق، ده اتصاله ده. طب ده سميناه anterior ليه؟ عشان بالصورة دي اهو ال uterine tube والأوفري جايين لقدام، وبعدين الأوفري راجع لورا، ولما يجي يغطيهم البرود ليجامنت يبقى أنتيريور ليهم. وبالتالي الأنتيريور فري بوردر، البوستيريور أتاتشد بوردر، واللاترال بوردر، والميديال بوردر. الأنتيريور فري بوردر ده هو عبارة عن تو لير أوف ذا ليجامنت، ديت اللي تحتوي على اليوتراين تيوب، ولكن اللاترال فيفس من البوردر بتاعه ده عامل حاجه اسمها انفانديبلو بيلفيك ليجامنت. ازاي؟ اهو لما جت البرود ليجامنت ده عايز يغطي اليوتراين تيوب غطاها كلها ما عدا الخمس الاخير منها، راحت طلعت وما مسكتش في الليجامنت، وبالتالي نتيجه لكده ساب حته. الحته دي اسمها سسبنسوري ليجامنت اوف ذا اوفري، دي المفروض كانت تغطي الحته من اليوتراين تيوب اللي طلعت دي، اللي اسمها الانفانديبولم والفيمبريا. اسمه سسبنسوري ليجامنت اوف ذا اوفري او انفانديبولو، من انفانديبولم بتاع التيوب، بلفيك متصل بالبلفيك، هو الانفانديبولو بلفيك ليجامنت بيخش فيه الاوفاريان ارتري الاوفري. طب البوستيريور اتاتشد بوردر ده اللي هو المتصل بالبلفيك فلور، التو لاير بتاع الليجامنت على الجنبين، اليوتراين فيزل بتمشي جوه البوردر ده، واليوريتر بيعدي 2 سنتيمتر lateral to the cervix. ازاي الكلام ده؟ طيب ده احنا قلنا اتصاله فوق تيوب مع الاوفري، ده الانتيريور اتاتشد انتيريور فري بوردر. الاتاتش البوستيريور بوردر اتاتش البوردر هيبقى هنا جنب السيرفكس في الحته دي كده. طيب في الحته دي اهو هو البوستيريور اتاتشد سيرفيس اتاتشد بوردر اللي فيه اليوتراين ارتري واللي فيه اليوريتر، يبقى ماشي فيه اليوتراين ارتري وماشي فيه اليوريتر. بالنسبه للميديال بوردر ده متصل باللاترال بوردر بتاع اليوترس اللي هو التو لير دول فيهم اليوتراين فيزل. اللاترال بوردر ده اتاتشد تو ذا سايد اوف ذا وول اوف ذا ترو بلفيس، متصل بالبلفيس اللي هو يكروس من above downward the external iliac vessels the obliterated umbilical artery the obturator nerve and vessel. اهو هنا يبقى دي اللاترال بوردر، ده المتصل بالترو بلفس اللي فيه الاكسترنال iliac arteries اللي فيه الاوبتيوريتور، حاجه اسمها obliterated umbilical artery، ده البرود ليجامنت. بالنسبه بعد كده في حتة في البرود ليجامنت اسمها البارتس، في حاجة اسمها ميزوفاريوم، ميزوسالبينكس، انفانديبولو بيلفيك ليجامنت، ميزوميتريوم، باراميتريوم. تعال نعرف ايه دول. الميزوفاريوم من اسمه هو بيريتونيال فولد كونكتينج الاوفري تو ذا سوبيريور لاير اوف ذا برود ليجامنت، وده اللي فيه الاوفيريان فيزلز والنيرفز بتاعت الاوفري، يعني ده الحتة من البرود ليجامنت اللي نايم فيها الاوفري. الميزوسالبينكس دي هي الحته ما بين اليوتراين تيوب والاتاتشمنت اوف ذا ميزوفاريوم، يعني الحته بتاعه اليوتراين تيوب وبتاعه الاوفري. الانفانديبولو بلفيك ليجامنت ده اسمه سسبنسوري ليجامنت اوف ذا اوفري، ده الابر لاترال بارت بتاع البرود ليجامنت الاكستندنج من الانفانديبولم بتاع اليوتراين تيوب تو ذا لاترال بلفيك وول، ده اللي فيه الاوفاريان فيزلز والنيرز بتاعه الميزوفاريوم. اما كلمه ميزوميتريوم هو ريمينينج جريتر بارت اوف ذا برود ليجامنت
اللي هو بيبقى جنب اليوترس. اما البارامتريوم هو عباره عن الفاتي كونكتيف تيشو اللي موجود بين تو لايرز اوف ذا برود ليجامنت الذي يحتوي على اليوترو فاجينال اند اوفيريان بلكسس اوف نيرف والليمفاتكس والليمف نود. طب ده بيبان معانا هنا دي اليوتراين تيوب، اتصال بينها وبين الاوفري البريتونيوم اللي بينهم اسمه ميزوسالبينكس. طيب والميزوفاريوم ده الحته اللي ماسكه الاوفري، الحته اللي ماسكه الاوفري. طب الميزوميتريوم هي الريميننج بارت، يبقى الميزوسالبينكس ميزوفاريوم ميزوميتريوم ده البرود ليجامنت. دي نفس الصوره، الصوره دي اليوترس جايبين من اللاترال بوردر بتاعه طالع من قدام الراوند ليجامنت. لما طالع اليوتراين تيوب احنا مغطينها ومسمينها ميزوسالبينكس، الميزوفاريوم الحته اللي معلقه الاوفر من البرود ليجامنت، الميزوميتريوم هو الريميننج بارت اوف ذا برود ليجامنت. بالنسبه للراوند ليجامنت اوف ذا يوترس، الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس ده بيطلع من الكورنيو بتاعت الفندس بتاعت اليوترس ويمشي يخش الانجواينال كانال ويمسك بالليبيا ماجورم. يبقى الراوند ليجامنت من اليوتراين كورنيو ثرو ذا انجواينال كانال تو انسيرت ان ذا لابيا ماجورا، ده بيطلع من بيقول لك من الحته بتاعه الانتيريور لير بتاعه البرود ليجامنت. وامبورتنت تو مينتين انتي فيرجن، ده بيساعد ان انت تحافظ على الوضع اللي هو الانتي فيرجن. اول واحد بيمسك اليوترس بيخليه يعمل 90 درجه مع الفاجينا، والارتري السب اللي بيعمل له سبلاي اسمه سامسون ارتري. نشوف شويه الراوند ليجامنت. يبقى الراوند ليجامنت طالع من هنا من الكورنيو اللي هو الحته اللي بالجنب دي بتاعه الفندس بتاعه اليوترس لغايه يخش الانجواينال كانال ويمسك فيه اللابيا ماجورا. وظيفته انه بيمسك اليوترس. بالنسبه بعد كده للليجامنت اللي بعده اسمه اوفاريان ليجامنت، اهو اوفاريان ليجامنت بيمسك الاوفري مع الكورنيو بتاع البادي بتاع اليوترس. دي اسمها كوربوريال او فولس ليجامنت. بالنسبه للترو ليجامنت هي اللي بجد اللي ماسكه البلفيك الجينيتال اورجان، هي السيرفايكال ليجامنت، عباره عن ثلاث اجزاء: بيوبو سيرفايكال، ماكن روتس ترانزفيرس كاردينال ليجامنت يوتروسيكرال. البيوبو سيرفايكال طالع من البوستيريور سيرفيس تاع البيوبس بون سراوندينج ذا يوريثرا. الاكستنشن اوف ذا يورينري بلادر، الديستنشن بتاع اليورينري بلادر بيبقى بريفنت الجود فورميشن اوف ذا ليجامنت، عشان كده مش بنسميه ليجامنت بنسميه فاشيا. لاترالي عندك حاجه اسمها ماكن روتس او كاردينال ليجامنت، وده هو سترونج، ده حاجه يعني ده يعتبر هو واليوترو سكرال يعتبر ترو ليجامنت. طالع منين؟ طالع من اللاترال بارت اوف ذا سيرفكس اند ابر بارت اوف ذا فاجينا تو ذا لاترال بيلفيك وول، واليوريتر بيعدي فيه وده بيكون البيز بتاع البرود ليجامنت. هنشوف الكلام ده من ورا. في عندك حاجه اسمها يوترو سكرال ليجامنت فروم ذا باك اوف ذا سيرفكس تو ذا ميدل سكرال بيس اسمه يوترو ساكرال، من الباك بتاع السيرفكس فورمد تو بيرز سراوند ذا ريكتام، وده يعتبر ترو ليجامنت. طيب بس خلينا هنا اهو، احنا قلنا ده يعتبر اهو ده البرود ليجامنت سجيتال سيكشن في البرود ليجامنت. من تحت في عندك اليوريتر واليوتراين ارتري، اليوريتر واليوتراين ارتري دول موجودين هنا تحت في الحته دي ماشيين تحت في ليجامنت اللي هو الماكن روتس ليجامنت، ده هم ماشيين فيه، يبقى ده بيكون البيز بتاع البرود ليجامنت. هنشوف مكان الماكن روتس ليجامنت هنا من قدام. في عندك البيوبو سيرفايكال فاشيا اللي محاوطه اليوريثرا طالعه من البيوبس لغايه السيرفكس. لاترالي الماكن روتس او الترانزفيرس او الكاردينال ليجامنت اهو، ده اللي عامل البيز بتاعه البرود ليجامنت.
من ورا اليوترو ساكرال اللي طالعين من الباك بتاع السيرفكس والابر فاجينا وراحوا ماسكين في الساكرام ميدل بيس بيحوطوا الركتم. ودول مكانهم فين؟ انت عندك البرود ليجامنت اهو، بعد كده الكاردينال ليجامنت، يبقى هو بيعمل البيس بتاعت البرود ليجامنت. وبعدين في عندك البلفيك فلور ماسل الليفيتور ايناي، وبعدين البرينيوم. برضو الرسمة دي توضح لنا اللي قدام ده اسمه بيوبو سيرفايكل، ده ماكن روتس، واللي ورا ده اليوترو ساكرال. الصورة دي بتوضح البوستيريور فيو اوف ذا يوترس من ورا، اللي هو اللي فيه الاوفري واللي فيه التيوب دي لما جه غطاها البرود ليجامنت. وهنا في عندك الاوفريان ليجامنت، والحتة دي اسمها انفانديبولو بيلفيك ليجامنت او سسبنسور ليجامنت اوف ذا اوفري. اللاترال ريليشن اوف ذا فاجينا دي نبقى فاهمينها، ان انت هنا زي ما قلنا في عندك اليوريتر 2 سنتيمتر من السيرفكس، وفي عندك الكاردينال ليجامنت، واللي فوقه ده هو عباره عن برود ليجامنت. الكاردينال ليجامنت ده لغايه الليفيتور ايناي، وبعدين بتخش على البرينيوم اليوروجينيتال ديافرام والاوبتيوريتور انترنس ماسل. يبقى انت عندك سيرفايكال انتيريور لاترال بوستيريور، كده خلصنا الليجامنت. بعدين عندك الليفيتور ايناي ماسل، دي من السبورت بتاعه اليوترس اللي هي تعتبر البلفيك فلور ماسل، والبريتونيال اتاتشمنت والبوزيشن اوف ذا سراوندنج فيسرا. بالنسبه لل البلفيك فلور ماسل او اللي بنسميهم البلفيك ديافرام، البلفيك ديافرام هي عباره عن فايبرو ماسكولار شيت سبورت ذا بلفيك كونتنت، هي اكستند في شكلها دايموند شيب من اللور بوردر بتاع السيمفس بيوبس لغايه 2 اسكيال تيوبروزيتي، اهم من السيمفس بيوبس لغايه الاسكيال تيوبروزيتي عامل لك حاجه اسمها بلفيك ديافرام او بلفيك فلور. هي عباره عن 2 ليفيتور ايناي و2 كوكسيديال ماسل بيعملوا، وكمان اكيد في فاشيا بتسبورت الماسل دول سوبيريور وانفيريور بلفيك فاشيا. طب دول بيعملوا لك تو تراينجل، حاجه اسمها يوروجينيتال تراينجل وحاجه اسمها انال تراينجل. اللي من قدام دي اسمها يوروجينيتال، ومن ورا اسمها انال تراينجل. الليفيتور ايناي دي عباره عن تو بارتس رايت اند ليفت، والدايركشن بتاع الفايبر بتاعها داونورد باكورد انورد، يعني من قدام لغايه ورا. ودي بتبقى بيرفوريتد باليوريثرا والفاجينا والانال كانال. هي عباره عن ثلاثه بارت، بيوبو كوكسيجياس، اليو كوكسيجياس او اسكيو كوكسيجياس. هنعرف الحاجات دي. الاوريجين بتاع البيوبو كوكسيجياس من اسمها بيوبو، من الباك بتاع السيمفس بيوبس، والانتيريور بارت بتاع حاجه اسمها وايت لاين سيكنينج اوف ذا اوبتيوريتور فاشيا، بتروح تعمل انسيرشن في السايد بتاع الوول بتاع اليوريثرا، بنسميها بيوبو يوريثراليس او بالفاجينا بيوبو فاجيناليس، او بالريكتم بنسميها بيوبو ريكتاليس، وتروح تعمل انسيرشن في التيب بتاع الكوكسكس والانو كوكسيجيا الرافي بنسميها بيوبو كوكسيجياس بروبر. بالنسبه للاليو كوكسيجياس دي طالع من لاين اوف ذا برينيال بادي، والانو كوكسيجيا الرافي والكوكسكس. للاسكيو كوكسيجياس طالع من الاسكيال سباين تو ذا كوكسكس والساكرام. طيب الليفيتور ايناي اهي، هي عباره عن برود ماسل ارايز فروم ذا سايد اوف ذا وول اوف ذا ترو بيلفيس اند يونت تو ويتش اتس فيليو تو ذا اوبوزيت سايد ان ذا ميديان بلين فورمينج جريتر بارت اوف ذا بيلفيك فلور. طب الاوريجين بتاعها هنفهمه ازاي؟ انت في عندك هنا ماسل اسمها اوبتيوريتور ماسل، الاوبتيوريتور دي بيبقى فيه عليها فاشيه مغطياها، الفاشيه دي عامله وايت لاين. تطلع منين؟ تطلع من اول حاجه اسمها ال بيوبو كوكسيجياس، طالعه من الباك بتاع البيوبس، من الحته دي من الباك بتاع البيوبس، ومن الابا يعني من الانتيريور بارت بتاع الوايت لاين، اللي بعدها اخده الوايت لاين كله
بتاع الاوبتيوريتور يبقى طالع من البلفيك سيرفيس بتاع البادي اوف ذا بيوبس من التندينيوس ارش الوايت لاين بتاع الاوبتيوريتور فاشيا، وكمان الجزء الاخير طالع من الاسكيال سباين هنا من الانر سيرفيس بتاع الاسكيال سباين، والفايبر دي هي ماشيه كده بتمشي داونورد باكورد توورد ميد لاين. وزي ما قلنا لقدام دي في عندك جزء منها بيعمل انسيرشن في اليوريثرا مسميها بيوبو يوريثراليس، وجزء من الفاجينا مسميها بيوبو فاجيناليس، وجزء في الريكتم مسميها بيوبو ريكتاليس. ودي الصوره بتوضح الليفيتور ايناي. انت عندك اول جزء ده بيوبو فاجيناليس، وبعدين اللي بعده بيوبو ريكتاليس، واللي بعده بيوبو كوكسيجياس، وبعدين الاليو كوكسيجياس، وبعدين اسكيو كوكسيجياس طالع من الاسكيا لغاية الكوكسيكس. ده طالع البيوبو الاليو كوكسيجياس طالع من الوايت لاين ده بتاع الاوبتيوريتور فاشيا، وماسك برضك في الكوكسيجياس والرافي. الجزء اللي اسمه بيوبو كوكسيجياس هو عبارة عن بيوبو يوريثراليس وبيوبو فاجيناليس وبيوبو ريكتاليس وبيوبو كوكسيجياس بروبر. طب الليفيتور ايناي دي فوقها في ايه وتحتها في ايه؟ عشان تعرف بس تتخيل المشهد بتاع الحته دي، انه الابر سيرفيس بتاعها البلفيك سيرفيس كفرد باي فاشيا زي اي مسل، والبلفيك بريتونيوم هو ريليتد للاورجان اللي فوق اليورينال بلادر والريكتام في البوث سكسس واليوترس والبرود ليجامنت في الفيميل. بالنسبه للاور بيرينيال سيرفيس كفرد باي برضك فاشيا اسمها اينا الفاشيا، وفورم ميديال وول بتاعها اسمها اسكيوريكتال فوصه. الانتيرور بوردر بتاع التو ماسل سيبريت باي اجاب باي بروستيت ويوريثرا في الميل وفاجينا ويوريثرا في الفيميل، ومن ورا ده هو الفري بوردر اللي عامل اتاتشمنت مع الكوكسيجياس ماسل. اهو ده الحته بتاعته الليفيتور ايناي. من فوق عندك الحته بتاعت البريتونيوم بتاعت البرود ليجامنت اسمها بيلفيك بريتونيوم، والاورجان بقى اللي هي سواء عباره عن يوترس عباره عن بروستيت في الميل. من تحت في عندك البرينيوم واليوروجينيتال ديافرام. النقطه اللي بعد كده اسمها البلفيك فاشيا. الفاشيا بتاعت البلفيس دي اللي هي سواء بتغطي المسل او اللي عامله الليجامنت عباره عن حاجتين، حاجه اسمها بارايتال بلفيك فاشيا وفيسرال بلفيك فاشيا. البارايتال دي هي عباره عن الفاشيا اللي بتكفر المسل بتاعت الابتيوريتور انترنس مثلا، عامله حاجه اسمها ابتيوريتور فاشيا، او المسل اسمها البايريفورمس، او مثلا اللي بتغطي البلفيك ديافرام اللي هي المسل بتاع الليفيتور ايناي كوكسيجياس، يا اما من فوق يا اما من تحت. من فوق سوبيريور فاشيا اوف ذا بلفيك ديافرام، ومن تحت بنسميها اينا الفاشيا وبتغطي الانفيرو سيرفيس بتاعت الليفيتور ايناي. يبقى البيريتال بلفيك فاشيا دي اللي هي اللي بتغطي المسل. الفيسرال بلفيك فاشيا هي عبارة عن فاشيا بتملأ الفراغات زي ما الفراغات كده، هي الفاشيا اللي بتحاوط الاكسترا بيريتونيال بارتس اوف ذا بلفيك فيسرا. ايه هي الاكسترا بيريتونيال بارتس اوف ذا بلفيك فيسرا؟ الحاجات اللي مش متغطية اللي مش متحاوطة كومبليتلي بالبيريتونيوم زي اليورينال بلادر وجزء من الريكتام والفاجينا. بات الفاشيا دي بيقول لك تبقى لوزي في الديستنسبل اورجان زي البلادر والريكتام والفاجينا، الحاجات ديستنسبل دي بتبقى لوزي، ولكن دنس وشديده قوي حوالين نون ديستنسبل اورجان لايك ذا بروستيت. الاكسترا بيريتونيال كوندنسيشن اوف ذا كونكتيف تيشو اللي هي كونكت البلفيك فاشيا يبقى عباره عن حاجتين، هي عباره عن الفاشيا اللي بتحوط الاكسترا بيريتونيال بارت اوف ذا بلفيك فيسرا، وعباره عن الاكسترا بيريتونيال كوندنسيشن اوف ذا كونكتيف تيشو اللي كونكت البلفيك فيسرا تو ذا بلفيك وول، يعني عبارة عن زي اللزق كده، زي مثلا الكاردينال ليجامنت، زي اليوترو ساكرال ليجامنت، زي البيوبو سيرفايكال فاشيا. وبرضك الكوندنسيشن دي بتبقى احيانا حوالين اليوترس بنسميها بارامتريوم بتاعت البرود ليجامنت، وبتبقى اراوند ذا فاجينا بنسميها باراكولبس، بتبقى بتوين ذا فاجينا اند ذا ريكتام بنسميها ريكتو فاجينال فاشيا.
بالنسبة للبلفيك بريتونيوم هو عبارة عن من البلادر عند اليوترو فازايكل باوش لغاية بيعدي بعدين على اليوترس وبعدين البوستيريو سيرفيس بيوصل للأبر بارت بتاع السيرفكس والفاجينا بنسميه دوغلاس باوش لغاية ما يوصل للانتيريور وول اوف ذا ريكتام انتيريور سيرف ذا ريكتام اللور وان ثيرد اوف ذا ريكتام نوت كفرد لاترالي عامل لك البريتونيال فولد بتاع البرود ليجامنت. يبقى البلفيك بريتونيوم الصورة الموضحة مثلا دي، هو من قدام بيغطي البلادر يجي بعدين يغطي اليوترس من قدام عامل حاجة اسمها يوترو فازايكل من ورا عامل حاجة اسمها دوغلاس باوش وبيغطي الريكتم اللور وان ثيرد اوف ذا ريكتم مش متغطي وده في النص لاترالي عامل لك البرود ليجامنت. بالنسبه ده احنا كده كنا بنتكلم في السبورت بتاع اليوترس. طب في حاجه اسمها النورمال سبورت اوف ذا بيلفيك اورجان بصفه عامه. بصفه عامه عندك زي يعني من الفهم بتاعنا حاجه اسمها الفاشيال سبورت اوف ذا يوترس، الماسكولار سبورت اوف ذا بيلفيك فلور، السكيليتال سبورت. الفاشيال سبورت اوف ذا يوترس زي هي عباره عن اندو بيلفيك فاشيا، الليجامنت اللي حاجه اسمها بلادر بيلرز هي عباره عن الكوندنسيشن بتاعه الفاشيا اللي حوالين البلادر بتوقفها في مكانها اسمها بلادر بيلرز، والبيوبو سيرفايكال فاشيا، الريكتال بيلرز يعني الفاشيا اللي بتوقف الريكتم في مكانه، والريكتو فاجينال سيبتم، الفيسرال لير بتاعه الفاشيا دي. احنا قلنا في عندك برايتال وفي عندك فيسرال، هاي البرايتال وفيسرال. برايتال حوالين الماسل، الفيسرال هي يا اما الفاشيا بتحوط الاكسترا بيريتونيال بارت اوف ذا بيلفيك فيسرا او عباره عن الكوندنسيشن سواء ليجامنت سواء ريكتو فاجينال فاشيا باراكولبس. يبقى الليجامنتس في السلايد ده احنا قلنا عندك يوتراين وسيرفايكال، اهم حاجه اليوترو ساكرال والماكن روتس ليجامنت اللي بيمشي فيهم بلاد فيزلز الانفاتكس. بالنسبه للماسكولار سبورت هي عباره عن البلفيك فلور ماسل، الليفيتور ايناي والكوكتيدياس، والبرينيال ماسل من تحت. البرينيال ماسل في منطقة البرينيوم بتبقى من تحت اللي ماسكة. في عندك برضه حاجة مقوية اللي اسمه البرينيال بادي. البرينيال بادي ده اللي البوستيرو الفاجينا وانتيرو للريكتم عبارة عن فايبرو ماسكولار ماس كده عبارة عن انسيرشن بتاع ستة مسل في النقطة اللي هنا ما بين الفاجينا والريكتم عامل انسيرشن ل اوسكيو كافرنوزاس بيوبو كافرنوزاس ترانزيفيرس برينيال سوبرفيشال وديب، والحته بتاعت سفنكتر هنا بتاعت الفاجينا وبتاعت الانال كانال يعني عامله انسيرشن لاكتر من ماسل. بالنسبه للسكيليتال سبورت بيقول لك نورمالي في اليانج ليديز انه الستاندنج بوزيشن البوني بلفيس عامل تلتد بوزيشن مش 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 يعني مش مش مستوي مع الهوريزون، لا عامل شويه انكلينيشن مايل شويه عشان يعمل لك انجل تقريبا 70 درجه مع الهوريزون، دي بتعمله شويه سبورت ما بتخليش الاورجان تقع في الاورفيسس اللي موجوده في الليفيتور ايناي والبلفيك فلور مثلا. بالنسبه للسبورت اوف ذا فاجينا لما نيجي نتكلم على الفاجينا سبيشيالي هتلاقي في عالم اسمه ديلانسي. ديلانسي ده قال لك عندنا 3 ليفل للسبورت بتاع الفاجينا. طب ما هو نفس الكلام اللي احنا فهمناه ولكن بصياغه اخرى. الليفل واحد هو الابر ليفل عباره عن الكاردينال واليوترو ساكرال ليجامنت. طب اللي بعده الميدل ليفل عباره عن بيوبو سيرفايكال انتيريورلي والريكتو فاجينال بوستيريورلي والليفيت كان بينزل لتحت والليفيتور. احنا كان عندنا الليجامنت وبعدين البلفيك فلور ماسل وبعدين البرينيوم. الليجامنت اللي فوق دي عامله الليفل واحد، الليفيتور ايناي مع شويه الفاشيا اللي حواليها سواء ريكتو فاجينال او بيوبو سيرفايكال فاشيا او الفاشيا بتاعتها دي بنسميها الميدل ليفل. ثيرد ليفل دي اللي هو اللي تحت البرينيال ميمبرين واليورو جينيتال دايفرام. البرينيال ميمبرين ده اللي فارق
البرينيوم عن الحته بتاعت الابر بلفيس واللي فيها الجينيتال اورجان واليورو جينيتال ديافرام في منطقه البرينيوم. كده باذن الله نكون خلصنا مقدمه الاناتومي اللي هتدخلنا باذن الله لموضوع زي البرولابس.